تشيد مملكة البحرين بنجاح قوات الأمن السعودية في القضاء على 3 من الإرهابيين المطلوبين لارتكابهم عددا من الجرائم الإرهابية والجنائية في محافظة القطيف، مشددة على أنها تقف في صف واحد مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في محاربة كافة المجاميع الإرهابية، وترفض بشكل تام كل ما يمس أمنها واستقرارها. وإذ تعرب مملكة البحرين عن تقديرها البالغ للدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة في محاربة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتصدي لداعميه وتجفيف منابع تمويله، وجهودها المستمرة لتعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم أجمع، فإنها تجدد موقفها الثابت المناهض للإرهاب، والداعي إلى ضرورة تضافر كافة الجهود الرامجة لاجتثاث هذه الآفة الخطيرة التي تسعى لإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار وتهدد أمن العالم.